عقدت شعبة المدينة الثالثة في اللاذقية مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق حسين عرنوس عضو القيادة القطرية للحزب وزير الأشغال العامة. وهذه المؤتمرات الحزبية تشكل محطات عمل ووقفة مع الذات ولحظات مراجعة ومتابعة لخطط العمل لتطوير الحزب والارتقاء به نحو الأفضل، متجاوزين هفوات ما سبق ومؤكدين على الإيجابي في المسيرة الحزبية من أجل العمل البناء، منطلقين من عقيدة الحزب الراسخة بتعاليم البعث وأفكاره. يرتقي العمل في كل المفاصل وفي كل المواقع، وحقيقة كانت روحات يعني تدل على وعي قيادات هذه الشعبة ووعي رفاقنا لما تتعرض له البلد. إن شاء الله المؤتمرات هي محطات تقييم، محطات عطاء، يستفيد من حزبنا في تقويم الإيجابيات فيأخذ بها وبقي السلبيات فيتجنبها إن شاء الله. تركزت جميع الطروحات حول القطاع العام والنهوض به، مكافحة الفساد، متابعة بعض الملفات الاجتماعية وعلى رأسها ملف الشهداء والجرحى والمخطوفين. مؤتمر كان عالي النبض، ونتمنى طبعا النجاح لكل ما طرح في هذا المؤتمر أن يتابع وأن يلقى نصيبه من المعالجة. انطلقنا بعملنا إلى كافة الأحياء التابعة لنا إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية والخدمية. وطبعا المؤتمرات الحزبية هي مؤتمرات محطات هامة تضيء على فترة سابقة من عملنا الحزبي والنضالي، ونحن تزامن انعقاد مؤتمرنا هذا ونعيش أفراح الذكرى 51 لثورة آزار المجيدة، ثورة العمال والفلاحين، ثورة الحزب. كان البعث وسيبقى طليعة المناضلين وقلعة التحرير الحصينة، فلن تتوقف حركة حزبنا لأن حركته هي حركة التاريخ والحياة.